رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ولسه فقراتنا بتتواصل عبر صباح الشروق ومباشرة إلى الفاشر مع مراسل قناة الشروق بالفاشر الزميل ياسر آدم عبر الهاتف. ألو 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 ياسر، صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك وحوال الفاشر؟ لا الحمد لله، والله تمام، والله الحمد لله بخير. يا ريت تحدثنا شوي عن شمال دارفور والفاشر والحاصل هناك. شكرا جزيلا. الفاشر بخير عدا هذه الحادثة الأليمة التي ألمت بالوسط الرياضي، والفاجعة التي ألمت بالوسط الرياضي في شمال دارفور. وحقلت الأنباء تعرض بعثة هلال الفاشر لحادث مروري مروعة في منطقة المويلح في طريق عودة البعثة إلى الفاشر بصدام البص الذي كان يقل البعثة مع عربة قلاب. بعد أن أدى الفريق مباراة في عبرة أمام الأهلي عبرة في الدوري الممتاز. متى كان الحادث؟ يعني صباحا ولا متين يا ياسر؟ يبدو أنه إحنا فقدنا فقدنا نعم، ونتمنى انه يعني يكون الحادث بسيط لينا. وكوارث الرياضه كبيره يعني، نعم، وحنتحدث عنها بعدين. امس برضه مباراه الهلال مريخ استضاف الهلال في سافرتون برضه، نعم، حصلت كان في بعض الاحداث المشاكل. نعم يعني نتمنى انه الحادث يكون خفيف وبسيط. يعني يمكن ما عرفنا التفاصيل من الاخ ياسر، التليفون قطع علينا. نعم ما اعرف اذا كان هنعود الاتصال به مره ثانيه عشان نكون على صوره بينه واضحه بالنسبه للمشاهد، نقدر نتعرف على تفاصيل الحادث. وزي ما ذكر المعتصم نتمنى يكون هو يعني حادث خفيف، نعم، ما يكون تعرض اي حد من البحثه لاي اذى. والناس دائما يعني في الطرقات تخلي بالها وتنتبه دائما، ودائما بنذكر بانه القياده هي فن ذوق وادب واخلاق على الطريق تحديدا، خاصة الطرقات السفرية. يعني الإنسان بيكون بتعرض لكثير من المواقف اللي بتكون هي سريعة ومفاجئة، يعني لابد انه يكون جاهز وحاضر لكل التوقعات في الطريق يعني. نعم ياسر رجع لنا. ياسر عليكم السلام. واصل، نتمنى انه الحادث يكون خفيف، الخط قطع ويا ريت تواصل لنا ونتمنى السلامة. كما ذكرت لكم اليوم هو يوم حزين على مدينة الفاشر والوسط الرياضي كما ذكرت قبل قليل، نعم، بتعرض بعثة هلال الفاشر لحادث مروري في منطقة المويلح. والبعثة كانت في طريق عودتها إلى الفاشر بعد أن أدى الفريق مباراة أمام الأهلي عبرة في الدوري الممتاز. صدمت الحافلة التي كانت تقل البعثة مع عربة جلاب في منطقة المويلح. الحادث حسب الأنباء التي توفرت لنا أسرع عن وفاة مساعد المدرب الهادي آدم محمدين، وإصابة 7 من اللاعبين وعضو مجلس إدارة نادي الهلال المكلف حسن عثمان الذي أصيب بكسر في يده. بحسب المعلومات تم نقل المصابين إلى مستشفى أم درمان وحالته مستقرة عدا واحد. هذا الحادث يعني ربما يعني أرق أهل الفاشر جميعا، ولكن بحسب المعلومات كما ذكرت لكم التي توفرت لنا أن بقية اللاعبين بحالة جيدة. ونشير إلى أنه فريق الهلال الفاشر كان من المقرر أن يلعب مباراة تنافسية أمام هلاك دبلي بالفاشر في أقل من أسبوع، أي تحديدا يوم 30 من نوفمبر الحالي. نعم له الرحمة والمغفرة يعني مساعد المدرب، ربنا يرحمه إن شاء الله تولاه برحمته، وربنا يسلم كل المصابين في الحادث، تكون بالإصابات خفيفة وطفيفة ويقوموا بالسلامة إن شاء الله. نعم نحن بنقول ربنا يرحمه ويسلم البقية. وحقيقة أخي ياسر أنا ما أعرف يعني حافلة من الفاشر ليه لعبر، يعني انا ما يعني صراحه المشاكل كبيره، يعني مشاكل الكره السودانيه كبيره، نعم، وكونه فريق سافر حتى من ناحيه لياقه ناحيه جسديه، يعني ما ممكن يعني من الفاشر لعبر الناس تركب لها حافله. يعني الاتحاد العام مفروض يكون هو اللي انا ما اعرف، لكن هو اظن هو اللي بينقل الفرق، يفترض انه يكون، نعم، هناك باصات سياحيه، يكون هنا
يعني الحادث هو ممكن بيقع لاي حاجه يعني للطياره للبص للقطره، ولكن الناس توفر السلامه نعم. اكثر يعني، ولا شنو رايك شنو؟ نعم نعم، هي اجراءات السلامه مهمه جدا خاصه للاعبين حتى تتوفر لهم اللياقه الكافيه لاداء المباريات. نعم. الفريق سافر الى عطبره، ومن عطبره جاء الى الخرطوم، ومن الخرطوم هو متجه الى الفاشر، ومعروف انه الحوادث كثيره على الطرق السريعه، وهذا يتطلب جهود كبيره، لكن ربما لا تتوفر للميزانيات للفرق حتى تسافر بالطيران، لانه تذكره من الفاشر الى الخرطوم عاليه الثمن، وبالتالي الناس تبحث عن بدائل اخرى ان شاء الله. والسائق برضو عنده دور، احنا ما عايزين نقول انه هو السبب، لكن برضو عنده دور، يعني زي ما قلت انه خاصه انه الطريق صعب ووعير وفي حوادث كثيره، السائق لابد يكون حذر جدا ويكون ماهر جدا ومتمكن في الطريق. نعم. وقيادته تكون امنه بالنسبه للاعبين، يعني مرات السرعه بتكون هي سبب، احنا ما عارفين اسباب او سبب الحادث شنو بالضبط، لكن مرات السرعه الزايده، التهور الزايد. نعم. التخطي في الطريق كلها اسباب يعني تتسبب في الحوادث تؤدي الى الوفاه وغيرها. نعم يعني الأسباب كثيرة. نعم الطريق هو كما ذكرتم يعني في مشاكل كثيرة جدا، ولكن العربة التي اصطدمت ببص الفريق هي عربة قلاب كانت تحمل تراب، وبالتالي ربما تكون هذه العربة كذلك يعني ليست لها مواصفات حتى تكون في الطريق العام. نعم. وهذا يتطلب من إدارات المرور جميعا. صحيح. سواء على المستوى القومي أو على المستوى الولائي أنها تجتهد في أن تراقب هذه السيارات. نعم أكيد أكيد العربة عندها دور، وكمان يعني رحلة طويلة، سائق يعني رحلة طويلة جدا يعني، وراكب حافة. نعم. يعني حقيقة يعني برضو من إحنا حقيقة ما بنعرف القدر ولا الأسباب، لكن الأسباب مجتمعة بتؤدي لهذه المصايب الكبيرة. الأحداث الأخرى في الفاشر تكلمنا شوية، ونحن زي ما قالت لينا قبل شوية الرحمة والمغفرة للرحل والسلامة للبقية، وماذا هناك في الفاشر؟ نعم الفاشر بخير وعافية، يعني قبل أيام قليلة جدا زار الفاشر وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم علي التوم، ووقف على الحالة الصحية خاصة الحميات التي ظهرت في الولاية الملاريا وبعض الحميات الأخرى، واطمأن الوزير على الجهود التي بذلت من قبل حكومة الولاية لاحتواء الحميات المختلفة، والآن الوضع مستقر تماما، الوضع الصحي مستقر حسب المعلومات التي وردت إلينا من المسؤولين، وهناك انحسار كبير جدا في حالات الملاريا، ولكن مما طمأن الناس هنا ان وزير الصحه الاتحادي وعد بتذليل كافه العقبات التي كانت تعترض العمل الصحي عموما، ووعد بتوفير الكوادر التي تشكو منها الولايه نقص كوادر في مختلف المجالات الصحيه، وعد بتذليل هذه العقبه، وكذلك بتوفير مخزون دوائي كبير جدا حتى يتم احتواء الملاريا بصوره تامه جدا. ومعروف انه العقل السليم في الجسم السليم. نعم. وهذا هذا هذا هو الشعار الذي يحفظه الجميع، وبالتالي فان الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. نامل ان تكون هذه الولايه ولايه معافاه واهلها معافون تماما واصحاء، حتى تنطلق مسيره الاعمار والتنميه في هذه الولايه. هنالك يعني الان قبل قليل هنالك اكيام للرش رايتها تجوب المدينه، وخاصه في مناطق المعسكرات، هي مناطق الهشاشه الصحيه، تكثف فيها الجهود حتى يتم احتواء النواقل الامراض جميعا. نعم خاصة البعوض والذباب اللي أصبحوا موجودين طيلة العام في السودان، احنا نتمنى إنه في السودان الجديد نقضي على البعوض، نقضي على الملاريا بإذن الله تعالى، لأنها يعني أصبحت مهدد كبير جدا لكثير وسبب أول في عددنا من الوفيات. طيب ده على ده في مجال الصحة، ثقافيا سريعا في حاجة أو بعض الأنشطة الثقافية في الفاشر؟ الثقافة لا تنقطع عن الفاشر، هنالك منتديات راتبة
في الفاشر في كل يوم جمعة وكل يوم سبت. هنالك منتديات راكبة ومجموعات ثقافية خاصة مجموعة المثلث، هذه المجموعة هي من المجموعات الناشطة ثقافيا، نراها كل سبت تقيم منتدى وبجهد ذاتي خالص. وكذلك هنالك في منتدى في منتجع عبد الرحمن الرشيد، وكثير من المنتديات في هذه الفاشر الليالية ما زالت بخير، ومبدعوها ما زالوا يواصلون العطاء في مختلف المجالات. هنالك كذلك الشعراء والكتاب والأدباء يعملون كذلك يعرضون منتوجهم الثقافي في هذه المنتديات، وهذا يبشر بأن أو يعني يعطي الفاشر نكهته المميزة في أن لياليها ليالي ما زالت تموج بالإبداع وبالفن الراقي. نعم، الناحية الاقتصادية ياسر. الناحية الاقتصادية هذه هي مربط الفرس، يعني هنالك بعض المنتوجات فيها غلاء شوية، يعني الغلاء صاحي قليلا، وربما يعني استغل بعض ضعاف النفوس ظروف المواطن فرفعوا أسعار المواد. ويعني برغم أننا في زمن بحسب ما نقول هنا في دارفور الزمن الدرس فيه كل المنتوجات الزراعية متوفرة، لكن غالية جدا، ونأمل أن ينحسر هذا الغلاء وحتى تعود العافية لاقتصادنا في على مستوى ولاية شمال دارفور وعلى مستوى السودان. عندنا الحين متوجهين برضه في الفترة القادمة نكون في رقابة كبيرة على الأسواق، على الأسعار، ما يكون في جشع وطمع من التجار، يعني المواطن من حقه إنه يحيا حياة كريمة. إحنا شاكرين لك كثير جدا ياسر آدم مراسل قناة الشروق بالفاشر. شكرا ياسر.